إذا كان فيك تحصل على ماضي بروس وايلز من هنيك. بالمناسبة الفيلم عم تدور أحداثه بعام 2044. ليش في سيارات موديل 2000 بعام 2044؟ وكيف خلوا السيارات تشتغل 40 سنة؟ حتى هي شو هو الشيء المفيد من الفخ إذا رح تستعمل السلاح ضد هذا الشخص؟ وين الحكمة يعني؟ حبيبي ليش مستغرب إنه قطعوا لك إصباطك؟ ما أنت وصغير قطعوا لك وحدة كمان، شو نسيت؟ لا هيك ما اتفقنا. أنا بس بدي أعرف شو صار بالطيارة اللي تركت هي الدخنة وراها. ما هذا؟ الحواجب المقدسة؟ روبن ولا باتمان؟ هلأ هاي هي الجوالات اللي رح تكون بعد 30 سنة؟ يعني ما رح يكون في تطور؟ بهذا المشهد بده 3 ساعات حتى يخرطش سلاحه، أما هون جو طلب لحمة وبيض وبعد 30 ثانية وصلوا الطلب، واللحمة اللي بتنطبخ ب 30 ثانية مو آمنة صحياً لا هلأ ولا بعد 30 سنة. على فكرة هذا المشهد أغبى مشهد بالفيلم، لأنه بيشرح فيه السفر عبر الزمان بدل ما نشوف هذا الشيء. أي الحمد لله بعد 30 سنة رح يكون عنا شاشات لمس. واو تحريك، يمكن يصير مهم فجأة بالمستقبل. شخصياً أنا بحب البنت لما تحكي قصة مأساوية بعد ممارسة جول كبير صار مثل ماريو الخارق وعم بيهزم أعدائه بشكل مو معقول. هلأ هاي هي الطريقة يلي بيحددوا فيها الأشرار هالموقع المهم على الخريطة؟ من الواضح إنه ما في حدا بالسيارة. اللعنة، هلأ تذكرت إنه أوصت حالي من 30 سنة. ليش في كل هالذهب بالطريق؟ الشاب جو ليش لساته بمكانه طالما إجا ليقتل جول كبير يلي مات وما ضل منه شي؟ ليش؟